يدعو إلى إعادة فهم مقاصد الشريعة ولترسيخ مشروع نقد العقل العربي وتفكيك الخطاب الديني. يعرف عن نفسه بأنه عقلاني نقدي تنويري، وفي عيون معارضيه هو علماني يشجع على الانحلال الأخلاقي وعدو للتراث الفقهي. ضيفنا اليوم في السؤال الصعب الباحث الجزائري في الفكر الإسلامي سعيد جاب الخير. بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السؤال الصعب. نستضيف فيها إذن ضيفنا من الجزائر الباحث في التاريخ الإسلامي سعيد جاب الخير. أهلا بك أستاذ سعيد جاب الخير إلى هذه الحلقة، ونبدأ معك بفقرة حق الرد. في هذه الحلقة أستاذ سعيد جاب الخير سنواجهك ببعض الآراء لمن يعارضك في أفكارك لتتمكن أكثر من توضيحها أمام المشاهد العربي اليوم. هناك من يصفك أستاذ سعيد بأنك تستهزئ بالتراث، وبأنك عدو الدين، وبأنك صفصطائي مستفز. كيف ترد على هذه الآراء؟ أولا أحب أن أشكركم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة، وأرحب بالمشاهدين الكرام. في البداية أنا عندما أتكلم فأنا أتكلم في مجال تخصصي، لأنني متخرج من كلية الشريعة في الجزائر. فإذا عندما أتحدث في شأن الديني فأنا أتحدث في مجال أنا مختص فيه، هذه من جهة. أما من جهة ثانية الاستهزاء، مسألة مصطلح الاستهزاء يستعمل بطريقة فضفاضة جدا من طرف الكثيرين، لأن هؤلاء في غالب الأحيان يخلطون بين النقد وبين الاستهزاء، وما أفعله أنا ليس استهزاء ولست في وارد الاستهزاء ولا الإساءة لأي شيء ولا لأي أحد، وإنما أنا في وارد النقد، ولا ينبغي الخلط بين الخطاب النقدي وبين الاستهزاء. فالمسألة يجب أن تكون واضحة على هذا الحد. ولذلك أما مسألة العداوة للدين فهذا غير مستساغ، لأن الباحث ليست له عداوة لأحد ولا لأي فكرة، إنما هو يحلل وينقد ويقول رأيه بكل حرية، وللآخرين أيضا الحق في قبول أو رفض رأيه، ولهم كل الحرية في ذلك، ولهم أن ينتقدوه ويقدموا أدلتهم لنقده. طيب أستاذ جاب الخير، نحن في هذه الحلقة نريد حقيقة أن نفهم أكثر كيف يتم تجديد هذا الخطاب الديني الذي بدأ العالم يتحدث عنه منذ أحداث 11 من سبتمبر، يعني تقريبا 22 عاما ونحن نتحدث عن كيفية تصحيح هذا الخطاب. قبل ذلك أنا أريد أن أواجهك ببعض الآراء المتعلقة بجمهورك في الجزائر. ما قالته لوفيغارو الفرنسية، صحيفة لوفيغارو الفرنسية المشهورة، نقلت عنك قول بأن الظلامية تكتسب مساحات في الجزائر يوما بعد يوم. كيف توصلت إلى هذه الخلاصة أستاذ جاب الخير؟ هذه المسألة ظاهرة وواضحة جدا عندما نتابع الوسائل وشبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عندما نتابع التعليقات، وعندما نتابع ما ينشر في هذه الوسائل، وأيضا عندما نتابع الأخبار من مختلف المناطق، ما يحدث في الشارع وما يحدث في الساحة، نلاحظ هذا التكاثف
لهذه التوجهات للأسف التشددية، والتي قد يصفها البعض بالظلامية. فهذا موجود وهذا واقع لا يمكن إنكاره، ومع الأسف هذا الواقع لم يعد محصورا في الشارع فقط، بل تسرب حتى إلى المدرسة. هذا الواقع تسرب إلى المدرسة، ومؤخرا رأينا كيف أن أحد أساتذة الفلسفة أخذ وقد انتشر على شبكات التواصل فيديو بهذا الشأن، عندما رأينا أستاذ فلسفة يهاجم العقل. فإذا كان أصبح أساتذة الفلسفة يهاجمون العقل ويهاجمون رموز العقل، فماذا بقي من الفلسفة؟ طيب إذن الأمر هذا واقع وليس من الخيالات يعني. طيب أستاذ جبل خير، قد يقول لك قائل في الجزائر بأن المجتمع هناك مجتمع محافظ يتمسك بهويته الدينية الإسلامية، هل تجد هذا تبريرا منطقيا لهذه الوصاية الدينية التي يمارسها البعض؟ هذا التبرير في رأيي غير منطقي، لأن المجتمعات الإسلامية محافظة منذ القرن الأول الهجري، وهذا لم يمنع الفقهاء والعلماء من الاختلاف بشكل أحيانا حدي، وحدث أحيانا عنف بسبب الاختلافات الفقهية في القرون الإسلامية الأولى، وهذا لم يمنع من كون المجتمعات محافظة، والمجتمعات ما تزال إلى اليوم محافظة. ومسألة كون المجتمع محافظ أو غير محافظ هذه مسألة أيضا نسبية، تختلف من جهة إلى جهة ومن منطقة إلى منطقة، ولكن هذا لا يمنع من وجود الاختلاف ومن وجود النقد منذ قديم الزمان، والمسألة إلى اليوم مستمرة. يعني المجتمع محافظ نعم، ولكن هذا لا يعني أن تبقى الآراء العلمية والفقهية جامدة لا تتطور. فالمسألة هذا لا يمنع ذاك. أنقلك أيضا لما صرحت به إلى مجلة جون أفريك الفرنسية، قمت بالدعوة لتحرير الإعلام مما سميتهم قبضة السلفيين، أو هذا التيار الذي يصفه البعض بالتيار المتشدد. أستاذ جبل خير، هل السلفية متغولة إلى هذا الحد في المؤسسات الجزائرية؟ تحدثت قبل قليل عن المدرسة. نعم هذا صحيح، لأن هناك نوع من المسألة، ليست أن القائمين على الشأن الإعلامي سلفيون، المسألة هي أن القائمين على الإعلام غالبا يغازلون الأغلبية في الشارع. الإعلام يغازل الجماهير، وأغلبية الشارع اليوم توجهها حماسي عاطفي وسلفي بحكم ما ينتشر في شبكات التواصل، وبحكم البرامج المدرسية أيضا. فإذا هناك هذا التوجه، والهدف منه هو مغازلة الشارع، حتى ولو الإعلاميون غالبا هم في أنفسهم غالبا ربما ليسوا سلفيين، ولكنهم يغازلون الشارع، هم يغازلون الشارع لربح يعني لربح المشاهدة ولربح عدد المتابعين، حجم المتابعين. إذا هذه مسألة أيضا نلاحظها، وهي موجودة مع الأسف. أرجو أن تبقى معنا، ننتقل بك إلى الفقرة الثانية أو الجزء الثاني من برنامج السؤال الصعب، أرجو أن تبقى معنا. أهلا بكم من جديد، نستضيف في هذه الحلقة الباحث الجزائري في الفكر الإسلامي الأستاذ سعيد جبل خير. أهلا بك مرة ثانية أستاذ سعيد. نكمل طبعا حلقتنا فيما يتعلق بتجديد التراث، أو عفوا الخطاب الديني. أنت من الذين يطالبون بغربلة الفقه التراثي، لكن ألا ترى بأن هالة القدسية التي يضعها البعض حول بعض النصوص الدينية غير المنطقية هي في نهاية المطاف عقبة أمام أي جهد تنويري لفقه التراث؟ هذا صحيح، يعني التقديس أو هالة التقديس التي تحف أو توضع
حول النصوص الدينية، سواء كانت نصوصا مؤسسة مثل القرآن والأحاديث النبوية، أو كانت نصوصا اجتهادية مثل آراء الفقهاء. هذا التقديس طبعا يمنع من التجديد، ويمنع من الدخول في رؤية جديدة. والمشكلة هي أن التراث بوضعه الحالي هو في حالة صدام مباشر مع الأوضاع العصرية، يعني مع الحداثة ومع الأوضاع الإنسانية الجديدة. كمثال، على سبيل المثال، هناك صدام مباشر بين الكثير من مفردات التراث وبين مسألة حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية المعتقد والحرية الإنسان بشكل عام. يعني على سبيل المثال، لا يمكن مثلا أن نستمر اليوم في الحديث عن نظام الرق الذي هو موجود في التراث ومقنن ومذكور في النصوص الدينية. فلا يمكن أن نستمر في الحديث عن جهاد الطلب، لا يمكن أن نستمر في الحديث عن الغزو والسبي والاستعباد، استعباد البشر والجزية وهذه الأشياء كلها. أيضا عندنا قضية التكافؤ دماء البشر، قضية مثلا شرط المرأة، أوضاع المرأة أيضا. هذه أشياء لا ينبغي أن، لا يمكن أن نستمر في الحديث عنها في الظروف المعاصرة، لأنها أصبحت تصطدم بشكل مباشر مع الأوضاع الإنسانية الجديدة، وأصبح من الضروري إعادة النظر فيها. وأيضا حتى في النصوص نفسها، مثلا نجد الكثير من الأحاديث حتى وإن صححها العلماء قديما، لكن أصبح من الضروري إعادة النظر فيها. وبالمناسبة هذا اليوم ما تفعله المملكة العربية السعودية، وهو شيء محمود جدا ومطلوب وضروري، وهم يعني جهد مشكور ما يفعلونه في المملكة السعودية. طيب من مسألة إعادة النظر في الأحاديث النبوية. طيب، بما أن من يقوم بذلك عموما هم فقهاء الدين، هم الأئمة، أنت عندك انتقاد لطريقة تدريس الأئمة. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليك أستاذ جاب الخير. فقط أنت إمام تاع جامع، يدير الجمعة، يخطب الجمعة، ويقدر يجوا يصلوا عنده أطباء ودكاترة، وهو ما يسمعش بنيتش، ما يسمعش بديكارت، ما يسمعش بالأنوار، ما يسمعش بكانت. كيفاش كاين أئمة مطرودين من المتوسط، راح دار عامين مش عارف فيوش من معهد ودخل يخطب على الناس. أستاذ جاب الخير، هل تعتقد بأن طريقة تكوين الأئمة هي السبب في هذا التعصب الديني الذي تواجهه دول عربية عديدة، ليس فقط في الجزائر، نتحدث عن الجزائر، عن المغرب، عن تونس، عن مصر، عن الأردن وبعض الدول الأخرى؟ هذا الأمر له ثلاثة أسباب أساسية. السبب الأول هو البرامج المدرسية، البرامج المدرسية التي لا تساهم في، يعني بدل أن تساهم في صناعة وإنتاج المواطن، هي تعمل وتساهم في إنتاج الإنسان متشدد ومتعصب دينيا بدل المواطنة. فهي لا تركز على مفردات المواطنة وقبول الاختلاف، قبول حرية الرأي، قبول الآخر المختلف، التسامح، التعايش في ظل الاختلاف والتنوع. هذا لا تؤسس هذه الأشياء، وإنما تؤسس غالبا لإنتاج المفرد، لتشجيع مفردات التشدد. ولذلك نجد الشارع، الأغلبية في الشارع طبعا من التلاميذ الذين كانوا في المدرسة، لأن دائما التلميذ اليوم هو الذي سيبني غدا الأسرة، وسيكون غدا في المجتمع، عضوا في المجتمع، فاعلا في المجتمع. هذه من جهة. إذن البرامج المدرسية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية. وأيضا هناك الخطاب المسجدي أيضا يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، لأن برامج التكوين الديني، سواء على مستوى تكوين الأئمة أو على مستوى التكوين الديني بشكل عام، يعني كليات الشريعة
أيضا تحتاج إلى إعادة النظر جذرية على أساس أن يعاد النظر في المفردات التي ذكرتها سابقا، أن يعاد النظر في الأحاديث، ويعاد النظر في الكثير من المفردات. ولكن اسمح لي أستاذ سعيد فقط نواجهك برأي آخر. والسبب الثالث هو خطاب الإعلام. خطاب الإعلام الذي ذكرته في بداية الحلقة. طيب. نعم. أنت ترفض الفتوى الذي ذكرته. أنت ترفض الفتوى وتدعو أن يترك للمسلم حرية الاختيار لما يجده هو صالح لنفسه، لكن ألا تعتقد بأن البعض يحتاج إلى وجود شخص مختص في الدين، في الفتوى، في المعلومة، في التحليل ليعطيه ذلك؟ يعني حتى في دول عديدة هناك مجالس رسمية للفتوى تجنبا لفوضى الفتاوي. ما رأيك في هذه النقطة أستاذ جاب الخير؟ أنا لا أقول بإلغاء المختصين، وجود المختصين في الشأن الديني أمر ضروري، ولكن مسألة مصطلح الفتوى يجب أن يلغى، لأن عصور الوصاية على العقل المسلم انتهت، وينبغي أن تنتهي ويوضع حد لهذا الأمر. لا، المسلم ليس بحاجة إلى من يكون وصيا على سلوكه وآرائه. المسلم يحتاج إلى المختص الذي يعطيه المعلومة الكاملة والتحليل والرأي فقط، ثم تبقى الحرية للإنسان المسلم أن يختار رأيه ويختار سلوكه دون بعيدا عن الوصاية. والمشكلة الواقعة اليوم هي أن المختصين في العالم الإسلامي كله عندما يتكلمون في الشأن الديني، سواء في الإعلام أو في المساجد أو في الندوات أو الملتقيات أو الصحف، يتكلمون لا يقدمون المعلومات الدينية كاملة، يقدمونها ناقصة، ويخفون على العامة ما يزعجهم وما لا يتماشى مع آرائهم الأيديولوجية، وهذه في رأيي خيانة ومشكلة كبيرة ينبغي أن تتوقف. ينبغي أن تعطى للمسلم المعلومات كاملة الموجودة في المصادر الدينية، ولا تخفى عنه الآراء التي تزعج ولا ينبغي أن تخفى عن المسلمين الآراء التي تزعج الحواضر الرسمية مثل الأزهر وغيره. الآراء المزعجة لا ينبغي أن نخفيها، ينبغي أن نقول للمسلم كل ما هو موجود في المصادر، ثم يبقى للمسلم تبقى له حريته وبعيدا عن الوصاية في اختيار رأي ما يختار. طيب من الآراء سعيد ومن لو سمحت التوجهات لي. السلوكية. أستاذ سعيد، ماذا إذن عن البرامج المنتشرة في العالم العربي التي يقوم فيها رجل يسمي نفسه رجل دين أو عالم دين أو مفتي، وساعة كاملة يتلقى اتصالات في أمور دنيوية دينية، حتى أنه الأمر تعدى إلى برامج تفسير الأحلام؟ كيف تنظر إلى هذه الظاهرة التي انتشرت في العقدين الماضيين في العالم العربي؟ هذا بكل صراحة أنا أقول هذا الأسلوب يعتبر، أنا أسميه أسلوب المخدرات الدينية. هذا الأسلوب أسلوب تخديري، تخدير للجماهير. الجمهور المسلمين يحتاجون إلى تنوير وإلى أن يحصلوا على المعلومة الدينية الكاملة والرأي والتحليل النقدي، ولا يحتاجون إلى من يفسر أحلامهم، لأننا نريد أن نبني المواطن المنفتح، المواطن الإنسان العقلاني المنفتح، الإنسان الذي يقبل الآخر، الذي يقبل الاختلاف مع تمسكه بدينه وبإسلامه، لكنه يقبل الآخر وينفتح على الاختلاف ويؤمن بالمواطنة ويؤمن بحرية الرأي ولا يقصي المختلف ولا يكفر الآخر. إذن هذا ما نحتاجه. أما هذا الأسلوب، في أسلوب يعني الوصاية من خلال الفتوى، وأيضا إغراق المسلمين في الأحلام والنوم في العسل، هذا كله في رأيي هو مخدرات، ينبغي أن هذا الأسلوب أن يتوقف. تقول أيضا أستاذ جاب الخير في أحد منشوراتك على فيسبوك بأن أكبر عدو للمرأة هي المرأة نفسها، لأنها تقدس العبودية. أنت يعني صراحة تثير غضب النساء في العالم العربي وفي الجزائر بالتحديد. المرأة في الجزائر مرأة حرة. نعم، أنا معك، ولكن أنا ما قصدته هو أن بعض النساء، ومش كل،
ليس كلهن ولكن بعضهن، يعني مثلا المرأة عندما تقول لبنتها لابنتها تقول لها ينبغي أن تخضعي لتوجيه أخيك الأصغر لأن لمجرد أنه هو ذكر وأنت أنثى، بهذا الشكل المرأة الأم الذي بهذا الشكل ماذا تفعل؟ بهذا الشكل هي تعيد إنتاج التخلف، تحكم على التخلف بأنه يبقى مؤبدا ولن يتغير. يعني أحيانا نجد هذه الظاهرة، وهذه المسألة طرحت حتى في ملتقيات علمية، طرحت هذه المسألة أن المرأة أحيانا نجدها داخل المجتمع تعيد إنتاج العبودية التي كانت ضحية لها، مثلا عندما توجه ابنتها إلى عوض أن توجهها إلى أن تستقل بشخصيتها، نجدها توجهها إلى تكريس الأسلوب المتخلف والأسلوب أسلوب السيطرة الذكورية التي تربت عليه الذي تربت عليه والذي أيضا كانت أمها أم تلك البنت كانت ضحية له. إذن هذا هو المقصود طبعا، وليس المقصود أن جميع النساء هن بهذا الشكل. مقصود أن هذه الظاهرة موجودة اليوم في المجتمع، ونجدها أيضا اليوم حتى على شاشات التلفزيون. يعني اليوم مع الأسف مع انتشار الخطاب السلفي المتشدد أصبحنا نجد بعض النساء في التلفزيون تأتي وتفتخر، تقول مثلا أنا أفتخر أنني أكون واحدة من بين 3 نساء وأن زوجي له مثلا يكون له 4 نساء وليست عندي مشكلة إلى آخره. فإذا هذه الأمور موجودة مع الأسف، هذا ما يجعلنا نقول في يعني من باب القراءة لبعض الحالات أن أحيانا المرأة تصبح هي عدوة المرأة بهذا المعنى وليس بمعنى التعميم. أنا أعرف طبعا أن هناك النساء الحرائر في كل مكان في الجزائر وفي خارج الجزائر، لكن هذا لا يقصد به التعميم. ننتقل بك إلى الفقرة الأخيرة من برنامج السؤال الصعب أستاذ سعيد جبل خير، فقرة العد العكسي. أهلا بكم من جديد. الأستاذ سعيد جبل خير الباحث الجزائري في الفكر الإسلامي ضيفنا اليوم في السؤال الصعب. فقرة العد العكسي أستاذ سعيد فقرة سريعة تعتمد على إجابات قصيرة لا تتعدى الدقيقة على كل سؤال، أرجو منك الاختصار وما شاء الله عليك أنت قادر تختصر أفكارك بشكل جميل. سؤالي الأول لحضرتك، لو كنت وزيرا للشؤون الدينية ما هو أول قرار سيتخذه الوزير سعيد جبل خير؟ أول قرار في هذه الحالة لو كنت يعني سأتخذه هو إعادة النظر الجذرية في برامج التعليم الديني سواء في مستوى تكوين الأئمة وتكوين طلبة الشريعة في كلية الشريعة. إعادة كيف؟ ما الذي ستستغني عنه وما الذي ستضيفه؟ أول شيء يعاد النظر، يعني سأستغني يعني أقترح أن يكون الاستغناء عن بعض النصوص الدينية في الأحاديث مثلا، وبعض التغيير وتجديد بعض مجموعة من الاجتهادات الفقهية القديمة، وأيضا إضافة مواد أساسية من بينها المنطق ودراسة الأديان الأخرى دراسة مقارنة ليس من المصادر الإسلامية بل من مصادرها، دراسة أن يدرس طالب الشريعة يدرس المسيحية من المصادر المسيحية ويدرس مثلا اليهودية من مصادرها ويدرس كل الأديان الأخرى من مصادرها، دراسة مقارنة منفتحة. وأيضا إضافة العلوم الإنسانية الأنتروبولوجيا والعلوم الإنسانية علم النفس علم الاجتماع، هذه الأشياء هذه الأدوات ضرورية. نعم أستاذ سعيد، من أجل قراءة جديدة ومتجددة. تجاوزنا الدقيقة في هذا السؤال. سؤالي المقبل، معظم الدساتير في العالم العربي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، هل تراها مادة ضرورية أم يمكن الاستغناء عنها في ظل مجتمعات متنوعة دينيا لا تقتصر فقط على المسلمين ولكن يوجد فيها مسيحيون أو يهود؟ في رأيي يمكن من الممكن جدا الاستغناء عن هذه المادة، لأن في رأيي الدولة لا تتدين، الدولة لا تصوم لا تحج لا تصلي،
الدولة لا تتدين، من يتدين هو الإنسان، هو المواطن، والمواطن والمواطنة، مبدأ المواطنة لا يرفض التدين، المواطن حر في تدينه، ولكن المواطن أيضا يقبل الآخر إذا لم يكن متدينا. يعني المواطنة تحث على العيش المشترك في داخل فضاء جغرافي واحد لمواطنين من مختلف الديانات والمذاهب والأفكار. هل سعيد جاب الخير مع فكرة عودة اللباس التقليدي الجزائري المحتشم مثل الملاية، مثل الحايك، مثل شدة لمسانية، مثل القفطان الجزائري، من أجل التخلص من أنماط لباس لا قتلها بالجزائر؟ جاءتنا في السنوات 30 الماضية مثل التشادور، مثل النقاب، مثل الجلباب. اللباس بالنسبة إلي وفي رأيي، اللباس هو مسألة حرية شخصية، ولكنني أشجع دائما، أشجع ما هو محلي، ما هو وطني، على ما هو مستورد. لكن يبقى اللباس في رأيي هو من باب الحرية الشخصية، في حدود ما لا يصطدم بمبدأ المواطنة. ماذا عن قانون ازدراء الأديان المتبع في بعض الدساتير أو القوانين المحلية لبعض البلدان العربية؟ هل تراه ضرورة أم أنه تقييد للحريات الفكرية لمن يريد أن فعلا أن يجدد الخطاب الديني؟ في رأيي هذا القانون، في رأيي هذا النوع من القوانين هي أكثر شيء، هي أكثر عرقلة، هي عرقلة لحرية الرأي وحرية التفكير أكثر من أي شيء آخر. وفي رأيي هي موجودة بالدرجة الأولى بهدف السيطرة، بهدف يعني إبقاء الجمهور العريض داخل قوقعة، داخل صندوق تقليدي قديم لا يخرج منه أكثر من أي شيء آخر. في رأيي هي ليست ضرورية، بل من الأحسن أن تلغى هذه القوانين. شكرا جزيلا لك الباحث الجزائري في الفكر الإسلامي سعيد جاب الخير، شكرا لوجودك معنا وقبولك دعوة سكاي نيوز عربية في السؤال الصعب. شكرا. شكرا أيضا لمتابعتكم. يمكنكم متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصات سكاي نيوز عربية الرقمية في السؤال الصعب.